السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم جميعا، ورحب بالدكتورة زينب أحمد إمام. يعني على المستوى الشخصي أنا استفدت وتعلمت منها كتير جدا، وإن شاء الله هتكلمنا في موضوع أداء ما بعد الإشغال للمباني الخضراء ودراسة الحالة وتطبيقات البيم في الإنترنت أوف ثينجز أند ديجيتال توينز. وطبعا الدكتورة هي حاصلة على ماجستير وحاليا في مرحلة الدكتوراه، وهي تكنيكال اسيسنت وسينيور اركتكتشر ديزاين وكوردينيشن انجينير وسستينابل ديزاين، وليها ابحاث كتير جدا في موضوع الاستدامه، وليها اكثر من 6 سنوات خبره في مجال الهندسه المعماريه تصميم واشراف، وهي الاولى على دفعتها من جامعه بنها كليه هندسه في شبرا قسم الهندسه المعماريه، وليها العديد من التدريبات المهنيه، واحنا شرفنا ان احنا نكون موجودين معاها. فنرجو ان حضرتك تنتهينا بالمحاضره يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور. السلام عليكم. الأول بشكر حضرتك وبشكر الفريق على التنظيم الكويس دوت، ونشكركم على مجهودكم. وإن شاء الله احنا المحاضرة هنبدأها بشكل سريع. هنبدأها إن شاء الله بإن احنا هنستعرض الأول زي introduction عشان تدخلنا أصلا للموضوع بتاع ال post occupancy evaluation، ثم هنبدأ نتطرق لكذا نقطة من الموجودين في الكونتنت اللي موجود قدام حضراتكم. هنتكلم الأول عن الـ Green Buildings والـ Green Building Performance، بعد كده هندخل على الجزء بتاع الـ Post Occupancy Evaluation ونشوف يعني إيه أصلاً Post Occupancy Evaluation، وهنناقش Case Study بخصوص الموضوع، وبعد كده هنبدأ نشوف إيه الـ Development اللي موجود دلوقتي في الموضوع. طبعاً وإحنا بنتكلم مع بيم أريبيا فلازم نشوف إيه الـ Application بتاع الـ بيم اللي إحنا بنبدأ نطبقه في الـ Operation أو في الـ Facility Management. طبعا انتروداكشن سريعه وممكن تكون ناس كتير عارفاها، بس كبدايه يعني احنا عارفين طبعا ان المباني بتستهلك جزء كبير جدا من الطاقه، على من سواء من الطاقه او الريسورس او المواد على مستوى العالم، تقريبا بتستهلك من 40 ل 45% من الانرجي، وحوالي 25% من الجلوبال ووتر، و40% من الريسورسز عامه. طبعا لو جينا نتكلم على مصر هنلاقي النسبة قريبة من النسبة العالمية، لكن عندنا بقى جينا نتكلم شوية على ازاي نقسمهم على تايبولوجيز. لو بنتكلم على الطاقة هنلاقي ان معظم الطاقة اللي بتستهلك من قطاع الكهرباء بتبقى 50% منها بتستهلك في القطاع الريزيدنشال والكوميرشال. ده بالإضافة طبعاً إن إحنا بنشوف إن في ممارسات في المهنة فيها نوع من أنواع اللي ما فيش يعني زي أبليكيشن للمبادئ بتاعة الجرين بيلدينج، وإزاي إن إحنا أصلاً المفروض إن إحنا المباني اللي بنعيش فيها تكون المفروض إنها تكون صحية بالنسبة للإنسان، لأنها بتأثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحته. فدي كلها كانت أسباب بتخلينا نبدأ ندخل في موضوع الجرين بيلدينج، وان احنا ازاي الناس بدأت تفكر ان هي عايزه لا مباني تقلل الاستهلاك. فلو جينا نتكلم على الانرجي هنلاقي ان احنا عندنا هنا في مصر الحقائق بقى على مصر، هنلاقي ان احنا في ارتفاع متزايد جدا في استهلاكات الكهرباء على مدار السنوات، وده بيرجع لاسباب كتيره جدا، من ضمنها ان احنا الكواليتي اوف لايف او مستوى معيشه الافراد وامتلاك الاجهزه بيبدأ يعلى، بلس كمان إن العدد السكان بيزيد وعدد المباني بيزيد، فبلاقي الديماند في مصر بدأ طبعاً بيحصل له زيادة مطردة، زيادة بشكل سريع جداً. فده بيخلينا كذلك لو جينا نشوف على المية هنلاقي برضه في زيادة في استهلاكات المية، خصوصاً إن إحنا كمان المفروض إن في مشكلة في المية، فإحنا لازم نبدأ نفكر إحنا بقى كمعماريين ان احنا ازاي نبدا نشوف الدور بتاع بيستهلك من 40 ل 50% تقريبا من الريسورسز اللي موجوده، سواء يعني لو بنتكلم على المستوى المحلي في مصر او المستوى العالمي. هنلاقي ان احنا في يعني صحوه عالميه بقى لها طبعا فتره، والموضوع بيبدا يزيد ان يبقى في سستينبل ديفلوبمنت على مستوى العالم، والناس كلها المفروض انها تتكاتف
سواء بقى على مستوى أفراد أو على مستوى مؤسسات. فنبدأ بعد كده، ظهرت يعني على مدار السنين المصطلح اللي هو Green Building أو Sustainable Building. فتعريف سريع ليه، إن هو المبنى، أي مبنى المفروض إن هو بيحقق الأهداف المرجوة منه. يعني إحنا أصلاً كمعماريين وظيفتنا إن إحنا بنعمل مباني بتأدي فانكشن معين، أو عشان الإنسان يعمل فيها نشاطات معينة هو عامل المبنى ده على أساسه. فبالتالي طبعاً بتتنوع النشاطات اللي موجودة في المباني، في مباني بتبقى تعليمية، مباني وهكذا. فنلاقي طبعاً إن المباني بتستهلك جزء كبير جداً من الطاقة أو من الموارد. فالهدف الأساسي من المباني الخضراء ديت إنها تحاول إنها نفس المبنى ويؤدي نفس الوظيفة للأفراد اللي بيستخدموه، لكن في نفس الوقت إن هو يبقى الباد إمباكت بتاعه على البيئة يبدأ يقل بشكل مباشر. يعني إن إحنا قد إيه أنا بحاول أقلل الباد إمباكت أو الهارمفول إمباكت على البيئة ديت، وما استهلكش موارد غير يعني على القد بالظبط واحاول اقلل منها. فطبعا في ممارسات عالميه للجرين بيلدينج، وفي ناس يعني ممكن تقول ان انا المبنى اللي انا بصممه ده جرين بيلدينج او ان هو مش جرين بيلدينج. فالمصطلح انتشر بشكل يعني شره، فده يخلينا نبدا نشوف اصلا الجرين بيلدينج ده لازم يبقى له تعريف، وفي نفس الوقت لازم يبقى له منظمات سواء عالميه ودوليه او على المستوى المحلي. لان انا مش شرط ان انا هو ايه اصلا جرين بيلدينج ده، فلازم يبقى له زي كودينج مثلا سيستم، او زي ريتنج سيستم، او سيرتيفيكت معين ان انا المبنى ده فعلا جرين ولا هو مش جرين. لازم يبقى فيه كرايتيريا، ولازم ان انا ابدا المباني اللي هتقدم انها تقول انها جرين بيلدينج تبقى بتتوفر فيها مجموعه اشتراطات معينه عشان فعلا تاخد سيرتيفيكت وتقدر انها. فنلاقي على مستوى العالم في منظمات كتير وبتطلع ريتنج سيستمز. الريتنج سيستمز دي بتبدا تدي سيرتيفيكت كل مبنى على حسب البرفورمانس بتاعه، وعلى حسب كمان هو قد ايه وفر وقد ايه استخدم حاجات انفايرمنتال، وبيبقى فيها يعني تقييم. يعني انا ممكن اخد من الريتنج سيستم ده بس شهاده اعلى او شهاده اقل شويه حسب انا استهلكت قد ايه مثلا موارد وقد ايه انا وفرت. فنلاقي سريعا على المستوى العالمي من اشهر المنظمات ديت اليو اس جي بي سي، اليو اس جي بي سي وبرده الورلد جرين بيلدينج. وهنلاقي ان كل منظمه من دول بتبدا تطلع ريتنج سيستم وبيبقى انترناشونال. وتلاقي بعد كده ان في بعض البلاد بتبدا انها تعمل ريتنج سيستم كاستم فيها بالكونديشنز اللي موجوده في البلد ديت، يعني حسب الكلايماتيك زون والريسورسز الموجوده واساليب البناء اللي موجوده، يعني كاستم ده على البلد. فنلاقي طبعا في كاتيجوريز رئيسيه، يعني كل المنظمات العالميه او الانظمه العالميه بتبقى عندها كاتيجوريز او قضايا معينه بتناقشها، وبتحاول ان المعلومات ديت تبقى موجودة في المباني والممارسات دي تبقى موجودة في المباني بشكل أو بآخر. من ضمنها اللي هي Sustainable Site، Energy Efficiency، Water Efficiency، Material and Resources، Indoor Air Quality أو Environment Quality، Waste and Population، وغيرها بقى بقى Innovation أو خلافه. فنلاقي بس الاختلاف إن ممكن مثلا نظام تقييم بيدمج عنصرين، أو نظام تقييم بيبدأ ياخد عنصر بشكل مفصل أكتر. بيبقى فيه ويتنج بقى، يعني مثلا ان لو احنا بنشتغل على بريم، هنلاقي بريم ولنفرض مثلا في 100% بتقسمها ما بين الكاتيجوريز دي، لكن هو مثلا ادى للسستينبل سايتس نسبه اعلى لان هو شايف ان هو عنده في البلد اللي هو فيها هو محتاج ان انا اركز على السستينبل سايتس بشكل اكبر. هنلاقي مثلا في 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 ريتنج سيستم تاني زي الجرين جلوبس مثلا، لا هو ركز على الانرجي افشنسي، تبقى هي دي اللي واخده اكبر ويت عنده، فدي ممكن تبقى كاستم ده على البلد. فدي برضو نقطه يعني هتفيدنا فيما بعد في البرزنتيشن بتاعنا. نيجي بعد كده هنتكلم على ان من ضمن ديزاين تولز لينا احنا كمعماريين او كمهندسين بشكل عام، ان احنا بيبقى عندنا جزء ممكن اي اختبارات بنجريها ممكن تبقى اختبارات معمليه،
ممكن تبقى اختبارات فيرشوال فيها سيميليشن، ممكن تبقى اختبارات ان انا بيبقى فيه تشيك ليست وانا ببدا اتابعها واقول ان انا الجزء دوت انا يعني الجزء دوت انا حققته والجزء دوت حققته بنسبه وده بنسبه اقل. فمن ضمن الاختبارات اللي تبقى معمليه او ميدانيه بوست تقييم المبنى ما بعد التشغيل، وده ينقلنا لنقطه يعني ايه تقييم المبنى ما بعد التشغيل. يعني انا دلوقتي كمصمم انا عملت ديزاين بشكل بنظريات وباسس تصميميه مظبوطه وحاجات كتيره جدا، يعني اتبعت كل المفروض اتبعه في تصميم المبنى ده تمام. وبعدين المبنى ده كونستراكتد، بعد لما المبنى ده كونستراكتد خلاص انا في السايكل العاديه خلاص احنا سنه ببدا اشوف المبنى لو حصل اي مشكله اثناء التشغيل، وبعد كده انا ببدا اشوف بقى مبنى تاني وهكذا. طيب السؤال بقى بيبقى هنا، طب هل انا عارف ان الناس ساتسفايد وهي ساكنه في المبنى ده، او هل المبنى ده فعلا انا بقى كديزاينر هل فكرت اخد فيدباك المبنى بتاعي ده كويس ولا لا؟ يعني هل بيشتغل او المبنى ده بيأدي او بينتر اكت as I designed او as I intended، ولا هو في ديفيشن او في لا ده بيأدي احسن لا ده بيأدي اقل بنسبه، طب ابدا اشوف ليه هو احسن وليه هو اقل مثلا. فلازم يبقى في نوع من انواع الفيدباك، يعني حتى لو جينا نشتري حاجه من اي مكان دلوقتي فلازم الكاستمر فيدباك. فاحنا ده برضو اللي هو ده الكونسبت بتاع البوست اوكيبنسي. لو طبقنا على الحياه العاديه ان انا لما اروح اشتري حاجه معينه برودكت معين من شركه معينه هما بيبداوا يسالوني على الفيدباك بتاعي عشان يا اما يطوروا لي البرودكت بتاعي ده او يبعتوا لي مثلا انا قلت لهم ان في حاجه فيهم فيها مشكله فيبدا يغيرها لي هي نفس الحاجه دي، او هو يبدا ياخد الموضوع في الاعتبار فيغيرها في برودكت اللي هو هيعمله جاي، فكده يبقى هو بيطور البرودكتس بتاعته. فاحنا كده نفهم من الموضوع ان البوست اوكيبنسي ايفالويشن ما هو الا وسيله للتطوير. مش معنى ان انا بعمل بوست اوكيبنسي ان انا المبنى ده وحش، لا ده انا ممكن هو يبقى كويس بس انا بعد ما اعمل شويه موديفيكيشنز بسيطه يشتغل بيتر، بيحول المبنى فروم جود تو بيتر. فاحنا البوست اوكيبنسي ايفالويشن هنلاقي دايما ان احنا الديزاين بروسيس او البيلدينج سايكل كان بيمشي ان احنا ديزاين كونستراكشن وبعدين اوبريشن وخلاص بقى ممكن بعد كده ديمولشنج لما المبنى يعني ينتهي او تنتهي دوره حياته يعني. بس دلوقتي لما عملنا بوست اوكيبنسي ايفالويشن وبدانا ندخل البوست اوكيبنسي ايفالويشن في الموضوع، بدا طبعا ان احنا بيبقى عندنا ريفيو للديزاين، سواء ان انا ممكن موديفيكيشنز اطبقها على المبنى اللي انا فيه دوت، او موديفيكيشنز ممكن ان انا اخد بيها فيدباك لان انا لما هعمل مبنى زي كده جاي ابدا اطور فيه واطبق البوينتس دي فيه. فنلاقي من 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 على المثال دوت مثلا ممكن يطبق في ايه، ولنفرض مثلا ممكن الاسكان الاجتماعي اللي بيتعمل على مستوى الدوله هو بيبقى بروتوتايب وبيبدا يتطبق بشكل او باخر. طيب هل انا خدت فيدباك مثلا عن البروتوتايب ده ولا لا، ولا انا بعمله من غير يعني وبطبقه تاني وبطبقه تالت من غير ما يكون عندي فيدباك يعني بالاحسن او بالاقل؟ فلازم طبعا نلاقيه بالذات مهم في المباني اللي بتبدا تتكرر بشكل مستمر. يظهر في المباني التعليميه، احنا عندنا بيبقى اشتراطات في المباني التعليميه وفي حاجات ريجوليشنز كده بتطلع من مثلا الجهات المسؤوله عن اصدار تراخيص للمبنى التعليمي. طيب احنا عملنا المفروض ان لو في يعني في بوست اوكيبنس ايفالويشن بيتم يبقى انا عندي فيدباك، فبعد كده ببدا تلفاف المباني الجايه، ببدا اعمل تراكنج المبنى ده بيشتغل ازاي، طب انا ايه اللي ممكن يبقى احسن. واظن ان هو ممكن بيتم في بعض الجهات سبيشال اللي بيبقى عندها يعني بروتوتايب بيتم بشكل مباشر، يعني مثلا لو مؤسسه وليها ريتيلز كتير فلا بيبدا ياخد فيدباك وبعد كده بيبدا يطبقه على الريتيلز اللي بيبدا يعملها في المستقبل. ده سريعا. طب احنا ليه اصلا بنعمل بوست اوكيبنسي ايفالويشن؟ طبعا ده يعني بتواجه مشكله بتواجه ناس كتير من المعماريين اللي شغالين في السوق، ان دايما الانيشال كوست، طبعا الكلاينت بيبقى حابب ان هو يقلل الانيشال كوست قد ما يقدر. فالانيشال كوست دي
المفروض ان هي لو فكرنا ان احنا الموارد بنحولها لفلوس، فانا الانيشال كوست بتاعت المبنى هنلاقيها الموارد اللي بتتصرف في الكونستراكشن اللي هي 24% من قيمه الموارد على اللونج ران اللي بتتصرف في الاوبريشن والمينتنس. بمعنى انا دلوقتي عملت مبنى وحطيت في المبنى ده ولنفرض مثال واحد كشاف عادي ما هوش ولا حتى ال اي دي ولا هو اي حاجه ادفانس، فانا خلاص اشتريت الكشاف دوت بجنيه، بس الكشاف ده انا قعدت ادفع عليه كهرباء وصيانه وخلافه قد ثمنه 50 مره مثلا، في حين ان انا كان ممكن اشتري كشاف افضل ال اي دي مثلا. فالكشاف دوت انا هجيبه في الاول اغلى صحيح، لكن الكشاف ده هيبدا بعد كده يوفر لي على مستوى ان انا المبنى شغال. فيجي دوت بالنسبه لنا بقى في الجرين بيلدينج بينعكس ازاي. انا بتخيل ان انا اللي بحطه في الديزاين والكونستراكشن، لما المبنى بتاعي بحط فيه مثلا ازاز، انا الازاز ده استهلك من البيئه موارد وكلف البيئه طاقه كتير جدا عشان يتعمل مثلا بشكل معين، لكن ما خدتش في اعتباري ان الازاز دوت خلالي على مستوى ال 73% اللي بيتموا في تشغيل المبنى ده قد ايه خلاني بصرف كهرباء اكتر مثلا عشان احقق الراحه الحراريه جوه لما ابدا اشغل اجهزه التكييف وخلافه. فدي بتبقى نقطه مثلا نقيس عليها حاجات كتيره، خصوصا اللي بيعتمد على الطاقه، لان الطاقه طبعا بتبقى الاستهلاك بيبان مباشر في مرحله الاوبريشن. فنيجي بعد كده ان نقول ان احنا ليه بنستخدم البوست اوكيبانسي ايفالويشن، عشان يبقى عندنا فيدباك عن المبنى وبنكلوز الديزاين البروسيس بتاعه الديزاين والكونستراكشن والاوبريشن، عشان نتجنب البرفورمانس جاب، ان انا ابقى متخيل ان المبنى ده هيبقى شكله بيستهلك مثلا اكس فلاقيه بيستهلك اكس في 2 او نص اكس حتى، فده جاب، يعني في اختلاف ما بين اللي انا تخيلته او صممت على اساسه واللي موجود في الطبيعه. فنيجي بعد كده نقول كمان ليه احنا بنعمل بوست اوكيبنسي ايفالويشن، عشان نحاول نوصل لان الانسان اللي عايش جوه الفراغ او اللي بيستخدم الفراغ ده يبقى عنده نوع من انواع الساتسفاكشن. الساتسفاكشن ده هينعكس على الانسان ده، لو هو مبنى اداري ان هو هيبقى برودكتيف اكتر، لو هو مبنى سكني هيبقى مرتاح اكتر، فهينعكس عليه صحيا لان انا بوفر له انفايرمنت سليمه. فانا ممكن اكون ان انا الانفايرمنت دي انا تخيلتها انها سليمه فعلا على الورق وانا بعمل ديزاين، لكن هي في الحقيقه مش كده، فانا لازم انزل اتشيك اللي انا عملته. فسريعا الستيجز بتاعت الاوكيبنسي ايفالويشن، في شورت اللي هي في الاول بشوف اليوزر ساتسفاكشن، طب انتوا يعني لو حاجه مضايقه مثلا اليوزر اللي في المكتب دوت، لا ابدا اشوف ممكن ان انا احلها له ازاي وهكذا. في برضو على الميديوم تيرم ان انا باخد في اكشنز بتتاخد على الميديوم تيرم، وفي اكشنز على اللونج تيرم، ان انا ببدا لما هاجي اعمل ريبليسمنت لجزء معين في المبنى، لا ابدا افكر بشكل مختلف عن ما انا حطيته في الاول. بمعنى ان انا مثلا جيت في الاول حطيت زي ما بنتكلم على النظام اللمبات، ولنفرض ان احنا كنا حاطين كشاف بشكل معين، فلقينا ان هو فعلا اكتشفنا لما عملنا بوست اوكيبنسي ايفالويشن ان هو بيأثر كتير جدا على الاستهلاك. فجينا بعد كده قلنا خلاص احنا في المرحله اللي جايه ديت المفروض ان احنا هنقلل الاستهلاك بتاعنا، فخلاص غيرنا الكشافات ديت وخدنا اكشن، ده ممكن يبقى على اللونج تيرم. نيجي سريعا ندخل على البي او اي بروسيس، هنلاقي ان احنا البي او اي بتبدا يدخل فيها التولز اللي انا بستخدمها ايه عشان ابدا احقق البي او اي دي. فالبي او اي ممكن انها تبقى بعد سنه، في خلال سنه، وممكن انها تبقى بعد من 3 لـ5 سنين، بيبقى انا في حاجات معينه ببدا اركز عليها في المبنى، او من 5 سنين لما فوق ببدا اركز، بيبقى مستوى البي او اي بيختلف ازاي. يعني انا من خلال سنه اللي هو احنا بنسميه سوفت لاندنج، اللي هو هنا بيبقى ما بين التسليم الابتدائي للمشروع مثلا والتسليم النهائي، ده في المتعارف عليه، لكن ما بيتمش فيه تراكنج للمبنى، او مش بنعمل يعني زي مونيتورنج، او بنبدا نتشيك المبنى شغال ازاي، لكن هو ده اللي المفروض يحصل، بحيث ان انا لو في بريدكتيف اكشن ممكن اخده خلال السنه دي
او بعد كده ابدا اطور في حاجه تانية. فالمرحله السوفت لاندنج دي المفروض هندسيا انها تكون موجوده عشان تبدا تديني انا ايه اللي ممكن اطوره في المبنى ده عشان ينتر اكت بشكل افضل كمان. فنلاقي بعد كده ان احنا البوست امتى ممكن استخدم تاني البوست اوكيبنسي ايفالويشن؟ من 3 لـ 5 سنين. فبيبدا بعد كده انا ممكن في بعض التعديلات تنفع تتعمل في المبنى وفي بعض التعديلات تانية ما تنفعش. بس عشان اعمل بوست اوكيبنسي ايفالويشن لازم المبنى يكون عدى عليه 12 شهر. بمعنى انا ولنفرض وده هيبدا يبان لنا في الكيس ستادي اللي هنعرضها فيما بعد. انا مثلا المبنى دوت اشتغل سنه، غير لو المبنى ده اشتغل 6 شهور. 6 شهور دول ممكن يبقوا في الصيف او ممكن يبقوا في الشتاء. فاستهلاك المبنى مثلا للريسورسز اللي هي سواء كهرباء او ميه هيختلف من شهر لشهر، وده هيتعرض بعد كده. فلازم يبقى لعام كامل على الاقل بحيث ان احنا يبقى عندنا متوسطات نبدا نحسب عليه. وطبعا طبعا ده بيتطلب مننا اصلا ان احنا يبقى عندنا ديزاين بشكل very accurate كان معمول ازاي عشان ابدا اقارن. ما انا لازم عشان اعرف ان الـ عندي اصلا يعني فجوه ما بين اللي موجود في الديزاين واللي موجود في الحقيقه، لازم يبقى عارف اصلا الديزاين ويبقى الدوكيومنتيشن بتاعه موجود معايا عشان نبدا بعد كده اقارنه باللي فعلا موجود فعلا. سريعا البوست اوكيبنسي ايفالويشن اصلا بيقيس كذا حاجه. بيقيس الفانكشن، يعني انا مثلا عملت مبنى بمقاسات معينه بشكل معين باورينتيشن معين بس لقيت ان هو الفانكشن بتاعه مش متحقق بشكل معين، فانا عملت بوست اوكيبنسي ايفالويشن. هنا الهدف منه ان انا بشوف هل فعلا المبنى محقق الفانكشن بتاعه ولا لا. تمام. او البرفورمانس، ان انا هل المبنى ده الناس مرتاحه فيه جوه والاندور انفايرمنت كواليتي اللي انا كنت حاطط شويه كريتيريا كده في الديزاين وانا بعملهم ان انا اخليهم مثلا بيشوفوا دي لايت بيتاثروا بالدي لايت ويبقى في يعني علاقه كومبينيشن ما بين الدي لايت والاضاءه الصناعيه الارتفيشال. هل مثلا ان هم حاصل لهم جلير وهم شغالين؟ هل مثلا ان هم عندهم فيو كويس؟ هل الكواليتي اوف اير او الاير كواليتي مناسبه وكميه الفريش اير مناسبه لان الناس تتنفس ولا لا؟ نيجي بعد كده البرودكتيفيتي، هل فعلا دي هقيسها ازاي اصلا؟ هل فعلا البرودكتيفيتي بتاعت الناس اتاثرت بالمبنى بتاعي؟ هل البرودكتيفيتي بتاعتهم اعلى من المعدلات الطبيعيه او زي المعدلات الطبيعيه ولا اقل؟ احيانا بنلاقي دوت، بنلاقي مؤسسات الناس فيها مريضه وانتاجها قليل وما بيبقوش عارفين السبب ايه. ممكن السبب يكون مبنى. ومثلا بيحصل كتير ان ممكن مثلا الزمان لما كان بيبقى فيه مثلا امتحان في الشتاء، ده مثال صغير واكيد كل الناس لمسته، لو في امتحان في الشتاء مثلا فتلاقي الطالب قاعد مش مركز، مش عارف يذاكر، عمال كل شويه يقوم من على المذاكره. ممكن يكون هو مش عارف السبب ايه، لكن علميا ممكن يكون السبب ان هو ما فيش راحه حراريه، فهو طاقته مهلكه في ان هو بيحاول يوفر الراحه الحراريه ومش مركز. ممكن حتى نلاقي في فصل تعليمي ممكن نلاقي الطلبه مستوى تركيزهم اقل من الطبيعي، فممكن ده يبقى بسبب ان احنا المكان مغلق فكميه السي او 2 كبيره جدا فبتؤدي لان الطالب ده مش قادر يركز. فدي كلها عوامل ممكن ما تكونش متاخده في الاعتبار بس هي بتاثر جدا على صحه وعلى سلامه اليوزرز بتوع المباني. رابع حاجه طبعا اللي ممكن تتقاس بالبي او اي هي الساتسفاكشن. الساتسفاكشن بتاع الاوكيبانت او الساكن بتاع المبنى ده او الشاغل للمبنى ده، هل هو ساتسفايد باللي هو فيه بالانفايرمنت بتاعته ولا لا؟ لان انا في الاخر انا بعمل مبنى شيلتر، المبنى بالنسبه لي شيلتر لازم يحقق الساتسفاكشن للانسان اللي جواه ويحقق الفانكشن، فده هدف. لكن احنا بالنسبه لنا بقى في الجرين بيلدينج او بالنسبه لموضوع المحاضره، في حاجتين احنا مركزين عليهم اللي هي البرفورمانس والساتسفاكشن. البرفورمانس احنا بنقيس الانرجي بيرفورمانس او الانرجي يوز وبنقيس الووتر يوز بتاع المبنى. والساتسفاكشن احنا بنشوف الاندور اير كواليتي، الثيرمال كومفورت، اللايتنج كواليتي والاكوستكس. بعد كده التكنيكس اللي بتستخدم،
في البوست اوكيوبانس ايفالويشن ممكن يتعمل مونيتورنج. مونيتورنج معناه ان انا ببدا يبقى عندي قرايات او مراجعه ومتابعه للمبنى على مدار مثلا ولنفرض سنه. لكن المونيتورنج فرق بينه وما بين الاوديت اللي انا بعمل التشيك. اوديت ده تشيك لحظي، لكن مونيتورنج يعني انا عندي تراكنج للبرفورمانس بتاع المبنى ده في حته مثلا معينه، في كذا حته، الاجزاء الكريتيكال اللي انا بفكر اعمل ليها تراكنج. عندي ميجرمنتس اللي هي في دلوقتي موجوده طبعا في معظم المباني اللي هي السمارت بيلدينج او اللي هي المباني الكوميرشال اللي موجوده في مصر بنظام البي ام اس. هو دوت اللي بيبدا يعمل مونيتورنج للسيستمز اللي موجوده، وبيعمل استهلاك، بيطلع استهلاكات، وبيبقى في دلوقتي الميترز اللي بتقيس الاستهلاكات بقت كلها ديجيتال، فسهل الموضوع بشكل او باخر. الاندور اير كواليتي او الاندور انفايرمنت كواليتي بيرفورمانس برضو ممكن يتم قياسها. ممكن يتعمل سيرفي، بس السيرفي لازم يبقى فاليديتد من منظمه عالميه هي اللي بتصممه، علشان يبقى بيقيس. يعني ما ينفعش ان انا اسال سؤال، انا كحد مش متخصص في الموضوع اسال سؤال انا مش عارف اليوزر ده هيجاوبني عليه ازاي، فممكن هو يجاوبني حاجه مش انا عايزها، او ان انا طريقه سؤالي تبقى مش مظبوطه فما تدينيش اجابه اللي انا طالبها. في رابع حاجه بقى ان انا البروسيس السوفت لاندنج اللي احنا بنقول ان هو بيبقى في خلال سنه، او الباكج اللي هي المونيتورنج والاوديت والسيرفي. بمعنى ان انا دلوقتي احنا عارفين طبعا ان الانسان ممكن انا دلوقتي في نفس الظروف اللي انا فيها اقول ان انا يعني الفراغ ده كويس جدا، واجي بكره اكون تعبان مثلا شويه ولا الفراغ ده مش كويس. طب انا دلوقتي سالت سؤال، لازم السؤال بتاعي يبقى قابل للقياس. بمعنى انت شايف ان شده الاضاءه مثلا في الفراغ دوت مناسبه ولا لا؟ هو يقول لي والله انا شايف انها كويسه، لا انا شايف انها نص نص. انا هل انا هعتمد على الكلام بس بتاع اليوزر؟ لا، انا لازم اتشيك الحاجات اللي اقدر اعمل عليها تشيك. بمعنى ان انا ببدا اعمل قياسات، ابدا اقيس اللوكس في المكان وقرب الكود طبقا للفانكشن او للوظيفه اللي هو بيأديها. يعني هو بيقرا بيبقى محتاج مثلا مستوى اضاءه معين، وهو مثلا قاعد مرتاح محتاج مستوى اضاءه لا اهدى، وهو بيعمل تاسك معين بيبقى محتاج مستوى اضاءه بشكل معين طبقا للكود. فببدا اقارن عشان ما يبقاش الموضوع تابع لأهواء شخصية، أو لأن الإنسان ده دلوقتي أنا معرفش حالته إيه. بس فلازم إن أنا أتشيك ورا القياسات السبجكتيف اللي أنا ببدأ أخدها من اليوزر ده. سريعا نبدأ نشوف الليفلز بتاعة البوست أوكيبانس إيفالويشن ممكن يكون على أنهي ليفلز. هنلاقي إن هو ممكن يبقى الأوبريشنال ريفيو، ممكن يبقى البرفورمانس ريفيو، استراتيجيك ريفيو زي ما قلنا من 3 ل 6 شهور، او من 12 ل 18 شهر، او من 3 ل 5 سنين. نيجي بعد كده نشوف ازاي اصلا انا ممكن اعمل بوست اوكيبانسي ايفالويشن. البوست اوكيبانسي ايفالويشن لنظام نظام تقييم عالمي او الريتنج سيستم، انا ببدا اشوف ايه الكاتيجوريز في الريتنج سيستم ده اللي اقدر اقيسها، ايه الحاجات اللي بتاثر عليا في الاوبريشن بتاع المبنى. هلاقي مثلا من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الاوبريشن الانرجي، الاندور اير كواليتي، الووتر افشنسي. الانرجي ازاي؟ الانرجي ان انا لو انا مثلا واخد ان المبنى ده بيستهلك طاقه اقل 20% من اللي المفروض يستهلكه لو هو مبنى عادي بنسميه كونفنشن، او مبنى كونفنشنال اللي هو ما فيهوش اي عناصر جرين بيلدينج. طيب لو احنا بنتكلم على الاندور اير كواليتي، انا حطيت مثلا ان المبنى دوت هيحقق للناس الراحه وهيحقق كذا وكذا وكذا، اقدر بعد كده اتاكد من الكلام ده وهو المبنى شغال. طيب الووتر افشنسي، انا قلت برضو ان المبنى دوت انا هعمل فيتشرز معينه، سنسورز مثلا، هعمل جراي ووتر، محطه جراي ووتر عشان استهلك الجراي ووتر دي في الفلاشز مثلا، او استهلكها في الزراعه او خلافه. فانا الحاجات ديت انا حطيت في الديزاين انها فعلا افيشنت. طب انا ما اجي اشوف في الحقيقه فعلا الكلام دوت من حقق ولا لا؟ فلازم يبقى عندي عوامل معينه ابدا اقيسها، هي دي اللي بقارن هي كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. فهنلاقي ان انظمه التقييم العالميه بيختلف فيها الويتنج ده، بيختلف من نظام لنظام.
فهلاقي كل طبعا لما يكون الانظمه التقييم دي على مستوى ان المبنى شغال تقدر ان انت تقيسها كل ما يبقى احسن. بمعنى ان انا هلاقي هنا الجرين بيلدينج اللي هو اليت ليد المفروض ان القابل للقياس فيه كميه النسبه المئويه للكاتيجوريز اللي قابله للقياس بعد التشغيل 61%، جرين جلوبس 66.5%، فهو ده اعلى حاجه، فهو دوت اللي بيضمن لي ان انا على اللونج ران لا انا بوفر فعلا في الموارد وانا بحقق فعلا الاهداف بتاعت الجرين بيلدينج. سريعا هندخل على كيس ستادي، هنشوف احنا ازاي بدات، يعني ديت كانت كيس ستادي في الماجستير بتاعي بيتعمل عليها بوست اوكيبانسي ايفالويشن، وكنا بنقيس الثلاث كاتيجوريز اللي موجودين في الاول اللي هم الانرجي الاندور اير كواليتي والووتر افشنسي. المبنى اسمه ايميك، المبنى دوت واخد ليد جولد، المبنى دوت اشتغل من 2018 سوري. الديزاينر او الكونسلتنت المين كونسلتنت بتاعه مكتب سي بي سي، وكان كوميشن تيم اي اي سستينبل بيلدينج، وهو موجود في التجمع. المساحه بتاعته 4000 متر، واخد ليد جولد. ايه الفيتشرز اللي مستخدمها المبنى ده؟ هو المبنى مستخدم شيدنج ديفايسز، ريسايكل ماتيريالز، ووتر سيفنج بتاع ده فيتشرز، ريجنال ماتيريالز، سستينبل ريسورسز، واخد 100% لاندسكيب اريجيشن من التكييف، يعني بيستهلك الميه اللي بتطلع المقطره من اللي بتطلع من التكييف بيستهلكها في ان هو بيروي بيها اللاندسكيب اللي موجود فيه. عنده سولار انرجي برده في الروف، وعنده جرين روف. ليد استراتيجي بتاعه ان هو بيوفر الطاقه بنسبه 21% ريدكشن، من ضمنهم جزء بيعمل جينيريشن، 90% من اليوزرز او الاوكيبانس بتوع المبنى بيقدروا ان هم يشوفوا اوت دور فيو، ودي نسبه كبيره جدا وكويسه بالنسبه للمبنى. اللاندسكيب بتاعه 100% بتروي بميه نقدر نقول ريسايكل، لان هي مش مباشره من المصدر. 12% من الماتيريالز بتاعته ريسايكل ومستخدم ريجنال ماتيريالز. نيجي بعد كده نشوف السكور كارد بتاعه المبنى دوت، هنلاقي السكور كارد ديت بيبقى عباره عن الكاتيجوريز، كل واحده واخده نقط معينه، ففي الاخر هو بياخد مثلا 70%، فيبدا نشوف ال 70% دي بتقابلها شهاده ايه وهكذا. فاحنا الثلاث نقط او الثلاثه كاتيجوريز اللي ركزنا عليهم في الاوبريشن او ركزنا عليهم في البوست اوكيبنسي ايفالويشن بيأثروا في الاوبريشن هما الاندور انفايرمنت كواليتي، وفي الووتر افشنسي، والانرجي اند اتموسفير. هما دول اللي هنبدا نعمل لهم تراكنج ونشوف هل فعلا اللي كان ديزايند هو اللي متحقق في الحقيقه ولا لا. البي او اي تكنيكس اليوزد، انا استخدمت تكنيكس ايه في السيرفي ده او في الدراسه ديت. اولا اوبزرفيشن، من خلال ان الواحد بيمشي جوه المبنى بيبدا يلاحظ هو يا اما سلوك ناس بشكل معين، او بيشوف الاكتيفيتيز اللي بتتم في المبنى، او ان هو بيبدا يتعرف على السيستمز اللي موجوده وازاي انها بتبدا تشتغل بشكل يعني مباشر او بشكل اوتوماتيك. مثلا ازاي ان بيبدا يبقى فيه شيدنج ديفايس، ازاي بيتاثر يبدا يتحرك في الاماكن اللي فيها سولار انرجي وهكذا يعني. ويشوف اللاندسكيب اللي المفروض فوق السطح، ويبدا يشوف فيدباك عن اجزاء كتيره جدا من المبنى مؤثره في الاوبريشن بتاعه او في البرفورمانس بتاعه. تاني حاجه السيرفيز، بدات اشتغل بفاليديتد سيرفي، ان احنا نبدا في سيرفي اتعمل للديزاينرز والمرحله الاولانيه بنسالهم فيها على العوائق او ايه الفيتشرز اللي استخدمتوها وليه استخدمتوها وايه اكتر فيتشر كان بالنسبه لكم صعب، كلها معلومات كانت من الديزاينرز. تاني سيرفي كان معمول للفاسيليتي مانجر بتاع المبنى، وايه الساعات اللي بيشتغلوا فيها المبنى، وايه اللي اختلف من الديزاين للاوبريشن، وهل هو فعلا بيمشي على جايد لاينز جايه له من الديزاين ولا هو شغال لوحده.
بجايد لاينز من عنده هو. الاوبريشن والمينتنس تيم ازاي بيبداوا يعملوا مينتنس للحاجات اللي بتبدا يبقى فيها عطل او خلافه، ازاي بيعملوا بريدكتيف مينتنس، وهل ده فعلا متوفر في السيستمز الموجوده في المبنى ولا لا. والبيلدينج اوكيبانس برضو متصمم لهم سيرفي، لكن طبعا ما تطبقش على الاوكيبانس، بس هو من ضمن البروسيس. نيجي بعد كده للديسكشنز، بدا يبقى في ميتينجز وديسكشنز مع كل التيم بتوع المبنى ومع الاوكيبانس بتوع المبنى، وبدانا ناخد منهم معلومات بشكل مباشر. بعد كده المونيتورنج تم لبعض الحاجات، لكن تم الاستعانه بالداتا بتاعت البي ام اس والداتا لوجرز اللي موجوده في المبنى، ان هي عملنا هو دوت اللي ساوى مرحله المونيتورنج، ان احنا بقى عندنا داتا على مستوى السنه اللي المبنى ده كان اشتغلها وقتها. كان عندنا في الدراسه ديت 4 كيس ستاديز كلهم واخدين ليد، فكانوا متوحدين الكريدي اجريكول وايمك ودار الهندسه وام بي 4. طبعا اول حاجه بدانا ان احنا نفكر فيها، احنا بدانا نشوف ايه معظم الاختلافات اللي موجوده ما بين ديزاين وما بين الاوبريشن. فكنا من ضمن الاختلافات اللي لازم ناخد بالنا منها، او من ضمن العناصر اللي لازم نعملها تراكنج، المبنى دوت كان متصمم مثلا على 50 اوكيبان، لكن هو فعلا لما اشتغل لا جه 30 بس، لا جه 100 يعني اكتر من 50، فاكيد ده له مردود على البرفورمانس. كان دوت اول مؤشر بالنسبه لنا. معظم المباني كان الموضوع يعني ان انا مثلا مصمم اول مبنى الاقيه مصمم على 1500، لا اللي فعلا اللي كانوا موجودين في المبنى 1250، فاكيد مبنى بيستخدمه 1500 غير مبنى بيستخدمه 1250. فدي نقطه برضو كانت من ضمن البوينتس اللي بتدرس. تاني حاجه بدانا نقارن الديزاين والاوبريشن. الديزاين هو مرحلتين، اول مرحله اللي هي البيز لاين. البيز لاين دي اللي هي طبقا للمبنى دوت واستخداماته وعدد اليوزرز اللي فيه والفيتشرز اللي المفروض تبقى فيه، المفروض طبقا للكود ان المبنى ده بيستهلك طاقه اكس. انا بقى عشان اخد او ميه، دلوقتي احنا طالما بنتكلم في الميه يبقى بيستهلك ميه بمقدار اكس. طيب انا عشان اخد مثلا سيرتيفيكت معين او اخد بوينتس، لا انا ببدا اقول ان انا الاكس ده انا هبدا اعمل الفيتشر الفلاني او ابدا استخدم الاستراتيجي الفلاني وده وده، بحيث ان انا هبدا اوفر ميه بنسبه 20%، اوفر استهلاك الميه بنسبه 20%، فيبقى ده الديزاين. لكن في الاخر البيز لاين ده لازم يكون طبعا اكتر من الديزاين. وبعد كده الاكشوال بقى، الاكشوال ده اللي هو تم فعلا في الحقيقه، فنلاقي ان الاكشوال هنا بالنسبه للميه عالي جدا. يعني انا كنت في البيز لاين اللي هو الكود فوق ال 200 وشويه، يعني في رينج 300. في الديزاين انا المفروض ان انا اقل من 200، انا في الاكشوال اصلا انا 100 انا سوري معدي ال 1000 اصلا. فنبدا نشوف بقى يعني نعمل تراكنج، فبدانا نشوف على مدار الشهور كلها الاستهلاك كان شهريا ايه المشكله اللي فيه. فلقينا ان في بعض الشهور اللي هي شهر 7 و8 و9 كان الاستهلاك مبالغ فيه بشكل مش طبيعي، فبدانا نبدا ندور ايه الاسباب بتاعته. فكان بيبقى في بعض الحاجات مش محطوطه في الاعتبار اثناء التصميم، او في مستجدات بتتم على المبنى اثناء التشغيل. فانا في مرحله زي كده لو بنتكلم ان احنا بنعمل بوست اوكيبنس ايفالويشن، لا انا ابدا بعد كده افكر ان انا ازاي ان انا الارقام اللي عليت دي ازاي ان انا اقللها تاني عشان تبدا تبقى ماشي في التراك المظبوط. نيجي بعد كده نتكلم على الانرجي. المفروض ان هو في البيز لاين كان قايل ان هو هيستهلك اكس، ديزاين هو قال ان انا اوفر 21% طاقه، ف 89% من اكس. لقينا ان الاكشوال اقل كمان، يعني هو بقى يستهلك في الحقيقه اقل من اللي كان بيستهلكه في الديزاين. فده برضو يعني فيدباك بيقول ان في جاب، الجاب ده يا اما المبنى ده اوفر بيرفورمانس يا اما المبنى اندر بيرفورمانس. مش معنى ان انا الاكشوال ده اقل من اللي معمول في الديزاين يبقى انا كده يعني طبيعي برضو، لا انا كده في جاب برضو مهما كان. فبدانا نبدا نشوف ازاي الجاب دي حصلت. فنلاقي التشارت اللي على الشمال
هنلاقي ان الديزاين كان معمول ان انا مثلا في شهر مارس شهر ابريل كل شهر محسوب طبقا طبعا لاستهلاكات التكييف وطبقا لان هو التكييف بيشتغل ساعات قد ايه والسيستمز اللي موجوده في المبنى بتشتغل ازاي. لقينا ان المفروض ان الكيرفين دول المفروض يبقوا ماشيين مع بعض، لا لقينا ان الكيرفين ماشيين عكس بعض. يعني انا كنت متخيل تشغيل بشكل معين، لا ده انا اللي جالي في الحقيقه طلع العكس. فده يبدا يخلينا نقف نشوف ايه اللي حصل. نيجي بعد كده الجزء اللي هو بتاع اللي احنا عملنا بقى مقارنه. طيب انا دلوقتي مبنى بمساحه بظروف معينه، ومبنى تاني بمساحه تانيه بظروف معينه، ومبنى تالت وهكذا، انا ازاي ابدا اقارن ما بينهم كلهم؟ فبنبدا نوصل لحاجه اسمها اليوز انتنسيتي، سواء ووتر يوز انتنسيتي او انرجي يوز انتنسيتي. بمعنى ان انا التايبولوجي ده او اللي هو المبنى دوت هو واللي زيه المتر المسطح بتاعه على مدار السنه بيستهلك قد ايه، بيستهلك قد ايه كهرباء او يعني طاقه، وبيستهلك قد ايه ميه. دوت الووتر يوز انتنسيتي او الانرجي يوز انتنسيتي. وبالتالي اكيد في مثلا في الكلايماتيك زون اللي هو مثلا احنا مصر فيه، اكيد في مصر في زي ريفرنس كده بنسميه بنش مارك، ان المبنى اللي زي دوت المفروض ان هو بيستهلك قد ايه المتر المسطح فيه على مدار السنه بنفس السيستمز دي. فطبعا هنلاقي ان كيس 1 اللي هي كان كريدي اجريكول مثلا، كان هو المفروض الاكشوال بتاعه بيستهلك اكتر من اللي المفروض يحصل. هنلاقي ان مبنى 2 ده بيستهلك برضو في الميه، نلاقي معظم المباني استهلاكات الميه بتاعتها اعلى كتير جدا من البيز لاين ومن الديزاين ومن حتى البنش مارك. فده يدينا مؤشر ان احنا التصميم اللي يخص الميه محتاج ان احنا نفكر فيه بشكل مختلف. نلاقي اللي متقارب شويه هي كيس 3 اللي هي دار الهندسه. دار الهندسه كان من اكبر المميزات هناك ان هم كان عندهم محطه جراي ووتر، فكان موضوع استهلاكات الميه بتاعهم ما كانش فيه مشكله بشكل كبير. نيجي بعد كده لسكات الطاقه، نلاقي ان كيس 1 اقل كتير جدا من اللي المفروض يكون عليه اصلا، فهو كده احسن كتير من البنش مارك. كيس 2 احسن بشكل افضل، يعني احسن بشكل يعني مش زي كيس 1 بس هو برضو احسن بنسبه كبيره من البيز لاين. هنلاقي كيس 3 لا احسن جدا، نلاقي كيس 4 قريب من البيز لاين بس سوري قريب من البنش مارك بس برضو اقل. ده يديني ان برضو مهما كان المبنى الاخضر دوت، مهما كان في ديفيشن او في انحراف في سلوكه او في استهلاكه للطاقه او للميه، بس هو ستيل في بعض الاحيان بيبقى افضل من المبنى الكونفنشن الطبيعي اللي هو التقليدي. سريعا لقينا ان من ضمن الحاجات اللي ادت للبرفورمانس جاب ديت في الكيس ستاديز اللي اتشافت، لقينا ان منها الاوكيبانسي سكيدولينج، ان الديزاين كان متصمم مثلا للمبنى وده اتكرر في كذا مبنى ان هو مثلا من 8 ل 6، لقينا ان لا او سوري من 8 ل 4، لا في ناس بتقعد اوفر تايم، في ناس بتقعد وقت كبير جدا بالليل، ده كله ما كانش بيتاخد اعتباره في الديزاين. في ناس يعني حتى التنظيف بتاع المبنى بيتم بعد ما الناس تمشي، فطبعا كل السيستمز دي بتبدا تشتغل تاني بشكل اوتوماتيك، كل شويه بيبدا يبقى في مرور للامن على اي مبنى من دول. فبعد كده بيبقى الكهرباء والاضاءه بتاعه المبنى بتبدا تشتغل حتى في ساعات ما كانتش ساعات شغل، فبدا ده كله بيأثر على البرفورمانس. فدي نقط المفروض ان احنا كديزاينرز نبدا نحط لها، يعني نبدا نحاول نقرب للواقع قد ما نقدر فيها. الويذر كونديشنز لقينا ان الداتا اللي كانت معمول عليها الكالكوليشنز في مرحله الديزاين مختلفه شويه عن محطه الارصاد اللي موجوده في المبنى. يعني المبنى محطه الارصاد بتاعته بتطلع يعني ويذر كونديشنز مختلفه. نيجي بعد كده لقينا الاوبريشن والمينتنانس بتاعه العناصر بتاعه المبنى، ولنفرض مثلا الووتر تانكس من ضمن الحاجات المهمه اللي بتاثر في استهلاكات الميه هي الووتر تانكس لما بينظفوها.
لما بننضفوا الووتر تانكس يغيروا الدوره بشكل كامل، فدوت بيبقى استهلاك برضو. السولار بانلز اللي بتبقى محطوطه في المباني ما بيتاخدش في الاعتبار مثلا في الديزاين، او بتبقى نقطه ضعف ان ما بيتحطش، انها ليها افشنسي بتقل مثلا على مدار الوقت، او انها ممكن محتاجه انها تبقى بتنضف بشكل او معين مثلا، او انها لو مثلا شده الاضاءه او السخونه بتاعتها زادت ممكن ياثر على الافشنسي بتاعتها. عناصر كتير بتاثر عليها. نيجي برضو من ضمن الحاجات ان بيبقى فيه كومبلكس سيستمز موجوده في المبنى. انا كديزاينر ببقى متخيل ان الناس طبيعي انها تستخدمها، لكن احيانا ما بيتمش عليها تريننج، فبيبدا استهلاكها ما بيكونش بالشكل الريكومندد، فبيبدا بعد كده يعني مثلا الفوتو سيل سوري اللي بتاع ده الميه اللي بتستهلك في الحمامات اللي هي مثلا ونفرت بسنسور، دي بيبدا استهلاكها بشكل خاطئ، لان هي كمان مصممه بشكل غير الاستهلاك اللي الناس دي بتستهلك. يعني مثلا بيبقى فيه وضوء، فبتبدا ان هي في الوضوء بيبدا الميه معدل استهلاكها بيبقى زايد جدا عن اللي موجود في الديزاين. فدي برضو كلها ممارسات محتاجه انها تترسب عشان نبدا بعد كده ناخد عليها فيدباك ونبدا نشوف هنشتغل بيها ازاي. هنلاقي مثلا ان برضو الميه ديت اللي بتستخدم مثلا في البانتريز بتاعت المباني اللي هي التجاريه والاداريه، بنلاقي مثلا ان العامل اللي بيبقى واقف فيها بيبقى بيستهلكها بشكل مختلف عن ما الديزاينر عايز، ومحتاج نوع من ان التولز اللي بيستخدمها ديت او الاستراتيجيز دي تبقى مش كومبلكس بالشكل دوت، محتاجه انها تخاطب اليوزر بتاعها. نيجي بعد كده طبعا عشان احنا بنتكلم في بيم اريبيا، ف الموضوع لازم يتربط او يرفلكت، لان هو دوت موضوعنا الاساسي ودي الامبريلا اللي كلنا بنشتغل تحتها. فنلاقي السؤال كان ازاي نقدر ان احنا البيم يبقى طول مساعده في مرحله الاوبريشن. هو البيم مساعد جدا في مرحله الديزاين وفي مرحله الكونستراكشن، وبيبدا يحل في مرحله الديزاين وفي مرحله الكونستراكشن كلاشز كتير. طيب ازاي نبدا نستخدمه في الاوبريشن؟ هنلاقي ان هو اصلا البيم لو ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت، هنلاقي ان في اوف ديتيلز كمان، هنلاقي ان احنا في البري ديزاين بنبدا يبقى مستوى التفاصيل بتاع الموديل ده بشكل معين، يبدا كل يزيد لغايه لما نوصل بقى للاسبلت مستوى التفاصيل بيزيد جدا، بمعنى ان انا لازم يبقى الموديل بتاعي فيه تفصيله مثلا اللمبه اللي راكبه دي المصنع بتاعها وركبت سنه كام، والمفروض انها ماتيريالز بتاعتها ايه، والمفروض انها بتصن كل قد ايه، وهكذا، بحيث ان انا الموديل ده يبقى هو بالظبط اكنه فيرشوال للمبنى اللي موجود في الحقيقه. بمعنى ان انا المبنى بتاعي اللي هو اللي موجود على الشمال فيزيكال والموديل يبقى ما بينهم، يعني ده هو ده. لو انا غيرت حاجه في المبنى الفيزيكال لازم اغير في الموديل ده، وبيبدا الموديل دوت بيبقى موجود في المبنى بحيث ان اي تغيير بيحصل على المبنى بيبدا يرفلكت عليه، فهو بيبقى اعلى مستوى من التفاصيل طبعا في الموديل اللي موجود. نيجي بعد كده نتكلم ازاي الديجيتال توين. يعني ايه ديجيتال توين؟ زي ما قلنا من السلايد اللي فات ان الديجيتال توين عن مبنى اخو المبنى اللي موجود في الحقيقه بالظبط بكل تفاصيله، لكن دوت فيرتشوال. اقدر ان انا لو عدلت في المبنى ده لازم اعدل في المبنى ده عشان يفضل متطابق، لازم دايما يفضل متطابق. ممكن اعدل في الفيرتشوال ده احط مثلا فيتشر معين اشوف ده تاثيره على اداء المبنى هيبقى ازاي، وابدا بالتالي لو لقيت ان تاثيره كويس ابدا اطبقه على اللي هو الفيزيكال موديل. فابدا دايما في علاقه متبادله رايح جاي ما بين الاثنين، ان انا رايح من الديجيتال بعمل طول معين ابدا اطبقها على الثاني وهكذا. نيجي بعد كده الديجيتال توين، ازاي ان هو ايه الفرق ما بين البي اي ام والديجيتال توين؟
الديجيتال توين هو خلاص بينتر اكت مع البيلت انفايرمنت، لكن انا الموديل هو مجرد موديل، البي اي ام هو مجرد موديل دلوقتي، لكن انا الديجيتال توين انا بقدر انتر اكت مع الانفايرمنت اللي موجود فيها البيلت انفايرمنت بتاعه المبنى ده. فببدا اشوف مثلا البرفورمانس بتاع سوري الاوكيبانس بيتعاملوا ازاي، المبنى بينتر اكت ازاي مع الانفايرمنت وهكذا. يبقى احنا من الكونسبت ديزاين للديزاين للكونستراكشن الاوبريشن المينتنس لغايه الاند اوف لايف بتاعه المبنى، يبدا يبقى الموديل دوت موجود معانا ونقدر ان احنا نكون بنستخدمه. ده باين لنا اوضح في الصوره اللي موجوده، ان احنا اللي على الشمال دوت هو الموديل، نبدا بقى نضيف له الفيتشرز اللي احنا بنبدا عايزين نشوفها في المبنى دوت او عايزين نعمل لها تراكنج في المبنى دوت، نبدا نضيف له بعض الفيتشرز بحيث ان هو يبقى مور افكتيف ويبقى انتراكتنج مع البيلت انفايرمنت اللي هو موجود فيه. نيجي بعد كده الانترنت اوف ثينجز. انترنت اوف ثينجز ده مصطلح انتشر طبعا الفتره اللي فاتت، وهو له تطور. كان قبل الانترنت اوف ثينجز كان الاي تي اللي هو الانفورميشن تكنولوجي. الاي تي بيبقى ازاي ان انا بشغل المعلومات، ان انا او ان انا عندي اداره وتشغيل المعلومات في المبنى. لكن الاي او تي تفرق ايه عن الاي تي؟ ان هو انا بستخدمها في الكوميونيكيشن، بستخدمها في الاتصال، بستخدم الاي تي تكنولوجي في الاتصال. يبقى هي سبيسيفايد على التكنولوجيز اللي فيها كونكشن. في بعد كده برضو مصطلحات اللي هي اي سي تي. اي سي تي ان انا الانفورميشن الوظيفه بقى نفسها، ان انا الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. فهنلاقي ان انا المبنى بتاعي لما بيبقى في مرحله البري اند ديورينج كونستراكشن، الموديل بيبقى له ليفل اوف ديتيلز بشكل معين، بيبدا بعد كده الديتيلز دي تكتر لغايه لما اوصل للاس بيلت موديل، بيبقى زي بالظبط اللي موجود فيزيكال. في فورمولا في الاخر كده المفروض الموديل او سوري البي اي ام موديل زائد الانترنت اوف ثينجز، الداتا الكتيره اللي بتبقى كل حاجه مربوطه ببعضها، الانسان بالموبايل بتاعه كل حاجه مربوطه بنتورك والماشين ليرنينج، بمعنى ان انا في اكشن تم، فانا في ماشين ليرنينج الجوريزم بيبدا يتعلم من الاكشن ده ويبدا يطوره، او يبقى بعد كده عندي الجوريزم بيبدا يبقى بيدي رد فعل في حاجات كتير. بمعنى ان انا ممكن الالجوريزم ده يشتغل ازاي، يشتغل لو انا المبنى بتاعي ده ادابتيف وهو له ديجيتال موديل، المبنى مربوط مثلا بمحطه ارصاد وانا الديجيتال موديل ده مربوط بنفس بتطلع من محطه الارصاد، فانا المحطه الارصاد بتقول لي ان انا دلوقتي في مثلا الشمس موجوده على الواجهه ديت، الواجهه مثلا الجنوبيه، فانا او وكمان انا محتاج اضاءه معينه للاوكيبانت اللي جوه، فيبدا ممكن هو بمعلومات سريعه بيبدا يعمل زي بروسيسنج، يبدا يطلع لي الاوبتمايزيشن. طب انا دلوقتي انت حضرتك بتتكلم في ان عندك داي لايتنج محتاج تحققه، وفي نفس الوقت محتاج ان انت تقلل الكسب الحراري اللي هيدخل عشان تقلل الطاقه اللي بتستهلكها، فيبدا هو يدور على الاوبتيمم سولوشن. طيب انا ممكن ان انا استغنى عن شويه من الداي لايتنج واخلي الارتفيشال لايتنج اللي جوه هو اللي نسبته تزيد، افضل من ان انا يجي لي هيت جين بشكل اكبر، فيبقى دوت يديني افشنسي بشكل او باخر. فاحنا وصلنا للفورمولا اللي هي موجوده في دي اخر حاجه هنتكلم عليها، اللي هي البي اي ام زائد الاي او تي زائد الماشين ليرنينج الجوريزم بيدينا الديجيتال توين، وهو الديجيتال توين ده بقى هو اللي بيكمل معانا مع المبنى، وهو اللي بيحاكي الفيزيكال موديل بتاع المبنى. وفي الاخر يعني نحب ان احنا نقول ان الارض كبيره على انها يعني تنهار، وانها سمينه وغاليه جدا على انها يحصل لها مشاكل، فبلاش ان احنا كانسان نبقى احنا الاعداء بتوع نفسنا، وان احنا اللي نضيع نفسنا ونضيع الكون دوت. وبشكر حضراتكم على
على المحاضرة، وبشكر حضراتكم على الاستماع، ومنتظرين لو في أي تعليق من عند حضراتكم. جزاكم الله كل خير يا دكتورة على المحاضرة القوية والرائعة ديت والمعلومات المفيدة. كان في حد بيسأل عن الفرق بين مصطلح المبنى الذكي والمبنى المستدام والعمارة الخضراء، يعني ايه يعني هل هم نفس الحاجة ولا في اختلافات بينهم؟ المبنى الأخضر والمبنى المستدام. المبنى الأخضر والمبنى المستدام. المبنى الأخضر والمبنى المستدام المفروض إن هما يعني نفس المصطلح، لكن الأخضر ده أو الـ environmental، المبنى الأخضر هو تطبيق للمبنى، يعني إحنا بنقول الجرين أركيتكتشر هي تطبيق للاستدامة في العمارة، يعني دي دايماً كلمة دارجة، فهو المبنى الأخضر هو المبنى المستدام. بالنسبة بقى للسمارت بيلدينج، ممكن إن يعني إحنا هرجع لحضراتكم المبنى اللي احنا بنتكلم عليه، المبنى دوت سمارت بيلدينج وفي نفس الوقت هو جرين بيلدينج، في الابيرنس او في الشكل بتاعهم هم ممكن ما يكونوا مختلفين كتير، لكن في البرفورمانس بيختلف مع الانفايرمنت، وان هو ازاي بيحاول ان هو يقلل الريسورسز وبيقلل استهلاك الريسورسز ويقلل استهلاك الطاقه والميه وخلافه. هنلاقي ان المبنى الاخضر او المستدام بيقلل الاستهلاك شويه، لكن هو فيه فيتشرز السمارت بتاعت السمارت بيلدينج. هل انا جاوبت كده بالشكل المرضي ولا في لسه النقطه ديت برضو فيها استفسار؟ طب والفرق بينه وبين المبنى الذكي؟ هو المبنى الذكي السمارت، الفرق بينه وما بين المبنى الاخضر ان هما أيوة. في الشكل هما قريبين من بعض في الشكل، وفيهم تمام. ديجيتال، وفيهم يعني سمارت سولوشنز، لكن المستدام او الاخضر بيبقى السمارت سولوشنز دي بنبدا نستخدمها بتقلل الاستهلاك اكتر، بمعنى ان انا مثلا ده في تكييف وده في تكييف، مثلا لو هنتكلم على التكييف، لكن انا لما باجي اعمل سيليكشن لتكييف او السيستم اللي انا هستخدمه هنا، انا بعمل سيليكشن لمثلا لتكييف هيقلل الاستهلاك بنسبه مثلا 30%، فانا حققت حاجه من اللي موجوده في المبنى السمارت، لكن في نفس الوقت دايما عندي تارجت ان انا بقلل استهلاكي. نيجي مثلا لعنصر تاني زي لايتنج فيتشرز مثلا، هلاقي هي اللي هنا مثلا نفسها اللي هنا، لكن وانا بختار بعمل سيلكشن للماتيريال او للبرودكت، ببدا اعمل سيلكشن للبرودكت اللي هو ريسايكل او البرودكت اللي هو استهلاكه على اللونج تيرم اقل كتير للموارد يعني. تمام دكتور. طيب في سؤال بيسأل باشمهندس احمد، بيقول التوفير في المياه والكهرباء بس، وماذا عن مواد البناء والاجهزه؟ لا طبعا التوفير فيهم مهم جدا، يعني التوفير فيهم مهم جدا، احنا اللي بنتكلم فيه بس ان المياه والكهرباء على اللونج تيرم، يعني انا مثلا مش كل شويه بقعد احط مواد بناء في المبنى، فانا ما اقدرش ان انا اقيسها، يعني ما اقدرش مش كل يوم بقعد احط مواد بناء في المبنى فانا اقدر اقيس البرفورمانس بتاعي، لكن انا كل يوم بستهلك ميه وبستهلك كهرباء، فانا دول اللي اقدر اقيسهم على اللونج تيرم. كمان بالنسبه لمواد البناء بيدخل فيهم برضو كهرباء وميه، ما انا مش هاخد ماده بناء استنزفت الموارد على ما اتعملت، يعني ببدا برضو اعمل سيلكشن لماده بناء تكون ريجنال او لوكال ماتيريالز او ريسايكلد ماتيريالز، غير ان انا ابدا استهلكها من بره، او ان انا استهلك ماده بناء مثلا اضرت البيئه ومن ضمنها الازاز طبعا، بس بيبدا يتعمل لها زي اسسمنت ان هي على مدار حياتها استهلكت قد ايه، ويبدا يبقى لها زي اوفست كربون اوفست، يعني انا مثلا استهلكت عملت مثلا ازاز بيستهلك اكس، فانا ببدا اشوف الكربون اللي طلع للانفايرمنت واضر الانفايرمنت ده الاكس ده، ابدا اعوضه في حاجات تانية، اعوضه بقى ممكن حتى يبقى انا دينا بالفورست والحاجات دي. هي فيها اجزاء طبعا بتبقى تحايل شويه، يعني خلينا منصفين ان في بعض الفيتشرز بيبقى فيها نوع من انواع التحايل. تمام. طيب في سؤال بيسأل هل مباني القاهرة الإسلامية تعتبر مباني مستدامة؟ بيسأل إيه معلش؟ هل مباني القاهرة الإسلامية تعتبر مباني مستدامة؟
اه طبعا تعتبر مباني مستدامة. هي الاستدامة هي المباني القاهرة، هي استهلاكها للكهرباء بيبقى قليل جدا، هي passive design. احنا برضو خلينا نقول ان ال passive design اول مرحلة المفروض ان احنا نفكر فيها، بمعنى ان انا لو انا المبنى دوت قارناه بمبنى اللي هو في واخد ليد برضو كريدي اجريكول، هلاقي التاني بدأ ان هو نسبة الازاز اقل كتير وهكذا، فده اثر كمان معاه. فنيجي بقى للمباني بتاعت القاهرة الاسلامية، ما بالك بقى ان انت ما بتحتاجش تكييف وبتبقى موفر الراحة الحرارية اللي انت متطلبها الانسان في المكان دوت، وموفر كمية الهواء اللي متطلبها الانسان، والحوائط اللي موجودة دي كلها بتاع المواد البناء بتاعتها كلها محلية وكلها صديقة للبيئة، وما فيهاش يعني ما فيش يعني الحجر دوت لما اتقطع وجه ركب في مكانه هو ما قدرش، هو اصلا جه بوسيلة طبيعية يا اما على دواب يا اما كان في قريب من المكان، هو اصلا ما استهلكناش طاقة عشان نقطعه، هو برضه بمواد طبيعية غير مضرة للبيئة، ما طلعناش انبعاثات عشان نعمله، فهو على اللايف سايكل بتاعته كلها هو مستدام، ونقدر نقول كمان ان هو زيرو افكت على البيئة وزيرو كربون كمان. تمام دكتورة مها. عايشة يا دكتور، عايشة يا دكتور بقالها قد ايه يعني؟ يعني اه كمان تمام يعني مثلا مبنى من المباني اللي احنا بنتكلم عليها اكتر مبنى هيعيش 100 سنة، لكن ما بال حضرتك بقى المباني ديت عايشة آلاف السنين يعني. تمام دكتورة مها اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله. شكرا أستاذ عمر وست زينب على هذه المحاضرة الرائعة والإدارة الرائعة للجلسة. معكم دكتورة مها عبد الواحد من العراق، من الجامعة المستنصرية التدريسية. الحقيقة أنا كان عندي، يا أهلا وسهلا بك، عندي مجموعة أسئلة. يعني السؤال الأول، إنه حضرتك تكلمتي عن استخدام الماء الناتج من أجهزة التكييف في ري لاندسكيب، بصراحة هو الماء غير صالح، فهل أثر في حالة المبنى اللي حضرتك تكلمت عنه للتو، أثر على اللاندسكيب عند الإرواء؟ بيتعمل له معالجة الأول، يعني في المبنى اللي احنا اتكلمنا عليه بيبقى فيه محطة معالجة ليه. تمام، لأنه احنا جربنا حقيقة في العراق يعني، لكنه أثر بشكل سلبي، وكمان وبالتالي أثر أنه ما تتزرع عندنا هذه. وكمان هو في البيك اورز او في يعني مثلا في شهر 8 عشان نسبة المية اللي بتتكسر دي تبقى نسبتها اكتر، فهي دي اللي كانت في البيك اورز، دي هي اللي كانت تقدر انها 100% توفي احتياجات اللاندسكيب، لكن هي حتى الكميه ما بتبقاش كبيره على مدار السنه، لكن هو فيتشر من ضمن الفيتشرز اللي ممكن انها تستخدم. تمام، لأنه حقيقة هي مثل ما تفضلت حضرتك أنه الكمية المستخرجة هي كمية قليلة جدا، فحتى إحنا نعمل محطة لمعالجة هذه المياه القليلة راح يعني حقيقة حنصرف كمية مبالغ أكثر من كمية الماء المنتج، فيعني هذا بس هي الموضوع تم دراسته أيضا المحطة أنه ضمن الكلفة الاقتصادية للمشروع. تمام، بس هي المحطة اللي كانت معمولة هي كانت عبارة عن زي فلاتر، يعني هما كانوا يستخدموا فلاتر، فهي ما كانش تكلفتها غالية لهذه الدرجة، يعني هي مش أصل هي المية ما هياش معالجة من مية صرف، حتى لو هي جراي، هي مش جراي ووتر، لا هي كويسة بس بتعدي على فلاتر بس، هي دي المعالجة اللي بتتم عليها، فما تمام كانتش ما كانتش غالية بهذا القدر يعني. تمام السؤال الثاني، يعني لا تسمحوا لي، أنا حقا عندي فقط 3 أسئلة حابة أسألهم. السؤال الثاني بالنسبة للووتر كونسمشن، أنا شفت بالمخطط اللي حضرتك عرضتيه بالنسبة للأشهر من عملت تراكينج، شفت أنه شهر 6 كمية استهلاك الماء كانت أقل من شهر 9 من شهر سبتمبر. شهر 6 في حقيقة كنت حابة وستة. أعرف السبب، يعني بالضبط هذا سبب ان المخطط. السبب ان في شهر 9 دوت احنا قلنا ان كان في اللي هو في بيبقى دورة كده كل فترة ان هم يعملوا تنظيف للتانكس اللي موجودة في المباني كلها، فكان شهر 9 ده بالذات من ضمن يعني شهر 9 ده كان هو اللي اتعمل فيه تنظيف التانكس، فاحنا طبعا اللي بنتكلم فيه ده اكيد البوينتس دي اللي بتتم فيه التشغيل ما بيبقاش متاخد اعتبارها في الديزاين،
وهو ده اساسا الكونسبت، ان احنا بنبدا نشوف ايه اللي بيظهر، ايه الحاجات اللي بتظهر في التشغيل، ونبدا نعمل لها ريفليكشن على الديزاين. يعني احنا بعد كده في الديزاين ممكن نبقى ناخد في اعتبارنا ان في، وانا بحسب كميات الميه مثلا اللي المبنى المفروض بيستهلكها في سنه ثيوريتيكال، لا انا لازم ابقى اخد في اعتباري معلومات بتتم في التشغيل. طيب تمام، فاهم قصدي؟ تمام. طيب بالنسبة لأشهر الشتاء نلاحظ يعني أكتوبر نوفمبر أيضا كانت أكثر من شهر يعني جون، نلاحظها أيضا أكثر، علما أنه جون هو فصل صيف، استهلاك الماء بالصيف يكون أكثر من استهلاك الماء بالشتاء. صحيح. فما يعني أنا كنت حابة حقيقة يعني هو هذه الأسباب أعرفها بالنسبة لاستهلاك الماء في هذا النقطة. وسؤالي الثالث والأخير، حضرتك تكلمتي أيضا عن مخطط آخر عن البينج مارك. البنج مارك إيه بالنسبة لكمية المياه اللي لكل مبنى، فحضرتك قلتي إنه عندكم بنج مارك تعتمدوها بالناحية التصميمية لكمية المياه، فهذه البنج مارك هل هي ستاندر يعني خاصة بمصر، أم إنه حضرتك يعني اعتمدتي على ستاندر خاص بالليدز لأنه لا كل المواصفات بالليدز. تمام، يعني هذه مواصفة خاصة بمصر، يعني ستاندرد هي خاصة مش فقط بمصر، بمصر. هي المفروض انها انترناشنال بس كاستم على يعني على حسب الويزر، يعني حسب الكلايماتيك زونز. يعني حتى الانرجي هتلاقي ان الستاندرز فيها بتعمل كاستمايزيشن حسب الكلايماتيك زونز. طيب حضرتك انه هذا البنج مارك هل قارنتيها مع يعني الستاندرد الخاصة بالليدز؟ لانه المواصفة الأبنية حضرتك استعرضتي انه كل مواصفات الخاصة بالمواصفة العالمية الليدز، وعلى اساسها المبنى اخذ السيرتيفيكيت الجولد، فهل هذه البنج مارك كانت يعني قريبة او نقدر نقول متطابقة مع المواصفة الخاصة بالليدز؟ هقول لحضرتك، الليد ملوش هو مواصفة، الليد هو بيعمل رانكينج او بيعمل ريتنج لايه؟ زي ما قلنا اي مبنى هو له 3 معلومات عنه، او كل استهلاك بيبقى في 3 مراحل. البيز لاين ده اللي هو طبقا للكود، الليد بيقول للمصمم مثلا ان انت شوف الكود ده اللي هو ولنفرض اشري في مثلا في الانرجي، الكود بيقول ان انت لو مبنى بكل مواصفاتك دي بس مبنى عادي ما فيهوش اي فيتشرز، ان انت المبنى ده سستينبل مش مستخدم اي حاجه تقلل استهلاكك، المفروض ان هو بيستهلك مثلا اكس، فانت اعمل ريدكشن للاكس ده، وكل ما تعمل ريدكشن كل ما هتاخد بوينت تاخد بيها درجات. هتفهم قصدي؟ بيبدا بقى مثلا ال 20% لو عملت ريدكشن 20% مثلا في الحته دي تاخد مثلا درجه، لو عملتها 30 هتاخد درجه ونص او درجتين وهكذا. هي الفكرة ان هو نفسه الليد هو ملوش يعني ملوش ريفرنس معين، لان هو مش 1+1=2، لا هو بيقول ان انت المبنى المفروض في حالتك ده من غير فيتشرز بتاعت سستينبل بيلدينج يستهلك اكس، انت هتستهلك مثلا اقل من الاكس ده عشان تاخد مثلا حاجة معينة. اللي احنا عملناه بقى دوت من ممارسات، يعني انا كمان كان من ضمن البنش ماركينج ان انا كان عندنا هنا، احنا عندنا هنا في مصر كذا شركة بتعمل زي فاسيليتي مانجمنت، فاهم قصدي؟ يعني احنا عندنا شركات بتعمل اداره للمباني، الشركه دي بتبقى متوليه عدد كبير جدا من المباني، فبيبداوا هم بيعملوا، انا ده اللي كنت تعرضت له معاهم، كنت سالتهم ان بيتعمل زي بنش ماركينج كده للمباني دي، ولنفرض ان ده مبنى هم عارفين الاستعمالات بتاعته، بيبداوا يجمعوا المباني القريبه من بعض ويبداوا يقارنوهم ببعض عشان هم نفسهم يبقى عندهم statistics، بمعنى ان انا مثلا بعمل مانجمنت لمبنى معين، فانا المبنى ده استهلاكاته مثلا 150 اكس، وانا بعمل برضو مانجمنت لمبنى شبهه بالظبط بيستهلك 50 اكس، تمام؟ فاكيد في واحد منهم في حاجه غلط. هتفهم قصدي؟ تمام. فلازم فبيبقى في معمول للممارسات في زي بنش ماركينج، فالبنش مارك اللي احنا بنتكلم عنه دوت مش لجرين بيلدينج، للبيلدينج الطبيعي اللي هو الكونفنشن بيلدينج اللي في نفس رينج البيلدينج ده، بس هو ممكن يكون البيلدينجز دي في منها اعلى من الكود وفي منها اقل من الكود وفي منها مع الكود. حضرتك فاهمه قصدي؟ فهي مش طبقا لكود، هي طبقا لمباني،
ان انا برضو جبت مباني شبه المبنى ده التايبولوجي ده او الاستخدام ده، وبدات اشوف المساحات كلها بتاعت المبنى ده كام، وبدات اشوف على مدار السنه المبنى بيستهلك كام، وبدات اشوف المتر المربع منه بيستهلك كام. طبعا ده ممكن يبقى ظالم لبعض الحالات، بمعنى ان انا لو مبنى صغير صغير جدا انا هلاقي المتر المسطح منه ممكن يكون بيستهلك اعلى كتير جدا من المبنى قده 5 مرات المتر المسطح بتاعه. يعني المتر المسطح بتاع مبنى صغير ممكن يبقى بيستهلك اعلى من المتر المسطح بتاع مبنى كبير، لان في فيتشرز او في عناصر موجوده في ده وموجوده في ده. بس انا كمبنى صغير انا اتظلمت ان انا العناصر دي محسوب مقسومه على مساحات صغيره، والمبنى الكبير ده العناصر دي مقسومه على مساحات اكبر. هي طبعا يعني بتبقى سكيلها برضو بيكبر، بس ستيل في نسبه. عرفت فاهم قصدي؟ واضح واضح. تمام. هو الحقيقه انه احنا بدنا نشتغل يعني من سنه 2018 نشتغل على الأبنية الجامعية اللي موجودة في العراق، إنه لأنه الليدز يعطينا رينج معين ويعطينا أيضا سماحية معينة، فحتى نشوف يعني إنه الأبنية هي تتحقق مثل ما نقول الأقل مواصفة للليدز أو لا. يعني في هذا أنا سألت إنه البنج مارك إنه متناسق يعني مع المواصفة اللي موجودة بالليدز أو لا. هو هذا. وعاشت إيدك، شكرا جزيلا. يعني عاشت إيدك. هو ممكن يبقى فيه زي ريتنج سيستم محلي، يعني زي هنا في مصر برضو في ريتنج سيستم محلي. وهو فعلا لما جينا بقى يعني احنا مثلا انا في الرسالة ديت كان من ضمن الحاجات اللي كانت ريكومندد للريتنج سيستم المحلي ان هو احنا من اهم النقط اللي عندنا فيها برضو يعني تحديات في مصر هي موضوع الاستهلاك المية واستهلاك الطاقة. فلما جيت قارنت، بس دوت مش موجود في الليكتشر دي، لما جينا قارنا الكاتيجوريز اللي هي المية والطاقة الويت بتاعها ايه ما بين المحلي وما بين الليد، لا لقيت ان المحلي عندنا مركز عليها بشكل اكبر. فدي نقطة كويسة بالنسبة لنا يعني. شكرا جزيلا. الله يكرمك. باشمهندس حسين اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام استاذنا. الله ينور عليك. الو. لا بس انا ليا معلش انا الصوت قطع. حضرتك مش سامعاني؟ انا كده سامعه بس كان قطع. طيب بشكر حضرتك جدا على المحاضره الجميله الرائعه دي وكده. بس والحقيقه انا ليا يعني ايه هو سؤال بتعليق يعني مع بعض يعني. اولا يعني مش بقول رايي، انا بقول معلوماتي، ان في فرق ما بين الجرين بيلدينج اكوردنج تو ليد وليدرشيب of energy and environment design. فده اللي بيحدد لي المبنى جرين او مش جرين. المبنى اللي هو السمارت بيلدينج اللي بيستخدم الليتست سيستمز في التكنولوجي بتاعه مثلا الانترنت اوف ثينجز جي 5، كل الحاجات اللي هي بتخلي المبنى شايفاه لو انت في القطب الشمالي وهو في القطب الجنوبي هتعرفي فيه ايه وبيحصل فيه ايه وبيبلغ المصافي لوحده. الثالث بقى بالنسبه للسستينابيلتي، انا مش عارف يعني قد يكون في خلط في الحته السستينابيلتي والجرين، لان السستينابيلتي فيها شروط اكتر من الجرين. السستينابيلتي بتحط يعني اساس السستينابيلتي اتحطت ازاي؟ ان اتقال بلاش ناخد كل الناتشرال ريسورسز للجيل الحالي ونسيبها للجيل اللي بعد كده. يعني فكره السستينابيلتي جت من كده على ما اظن يعني، ده حسب معلوماتي يعني. فلازم يكون في فرق ما بين الثلاث انواع من البيلدنج. يعني انا اذكر سنه 81 82 كنت جاي من القاهره على اسكندريه في القطر وراكب جنبي واحد سويسري ايام 81، فشاف بيت معمول بالطين في نص المزارع ايام ما كانت مزارع بقى يعني، وعليه قش من فوق. بص له كده وقال لي المبنى ده من احسن المباني اللي في الدنيا. طبعا ما كانش لسه يعني ما قالش جرين بقى ولا حاجه، لان ده السيركل بتاعته مقفوله يعني ما فيش اي 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 بوليوشن يعني. ولا بال حضرتك ازاي؟ يعني كل المباني القديمه لو بصينا لها من ناحيه الديزاين هنلاقيها جرين بيلدينجز.
واذكر ان انا وانا في السعوديه برضه كنت بقول لهم الحقوا قبل ما لو عايز يشوف جرين بيلدنج يروح في منطقه هناك كانوا بيهدوا فيها اللي الحيطان معموله بعرض معين في مخارج للهواء التوب تحت الفلور على طول عشان الهواء السخن يطلع ويخرج بره ويحافظ في الفنتيليشن في الدايركشن بتاعت المبنى اللي هو اساس في الجرين بيلدنج ديزاين. انما برضو انما لازم نفرق ما بينه. انا هقول لحضرتك بقى هقول لحضرتك النقطه دي عشان دايما بيبقى فعلا فيها خلط. ايوه اللي احنا المفروض اصلا نفرق ما بينه اللي هو اكتيف ديزاين وباسيف ديزاين. هو اصلا الانتليجنت بيلدينج او السمارت بيلدينج هو مش مقارنه ما بين دول دلوقتي. خلينا بس الانتليجنت بيلدينج ده او السمارت بيلدينج ده على جنب. احنا دلوقتي بنقول المقارنه ما بين باسيف ديزاين واكتيف ديزاين، باسيف بيلدينج واكتيف بيلدينج. الفرق ما بينهم ايه؟ الباسيف بيلدينج زي ما حضرتك قلت المباني القديمه اللي هي السايكل فيها دايما مقفوله، حياه الفلاح اللي ما كانش بيدخلها اي حاجه مش طبيعيه، كان كل حاجه بيعملها ريسايكلينج وبيعيد استخدامها في حاجه تانية او في وظيفه تانية. تمام. نيجي نشوف بقى دوت ازاي اتعكس على المباني. لما حد سال سؤال اللي هو هل المباني بتاعت القاهره التاريخيه او سوري القاهره الفاطميه والاسلاميه المباني دي جرين ولا لا، عشان لما شاف المباني اللي احنا عاملين نعرضها دي لا كلها ازاز وكلها تكييف والحاجات التانيه دي مش كده. تمام. فهو دايما الخلط بقى ما بين باسيف ديزاين واكتيف ديزاين. باسيف ديزاين ده يعني انا ما بدخلش استهلاك خالص في المبنى بتاعي، المبنى بتاعي بيبقى هو بيبرفورم طبيعي، بمعنى ان انا ببدا اعمل فتحات بشكل معين، بزود سمك الحيطه عشان ما تدخلش الحراره لجوه، ببدا من الاخر اوصل الانسان اللي جوه المبنى ده لراحه حراريه بوسائل طبيعيه دون استهلاك كيميكالز، دون ما بستخدم كيميكالز سوري ميكانيكال سيستمز، من غير ميكانيكال سيستمز. تمام. يبقى هو ده اسمه باسيف ديزاين. الاكتيف ديزاين بقى المفروض ان السمارت سوري الجرين بيلدينجز اللي هي بتاخد ليد دي هو بيعمل بعض الحاجات من الباسيف ديزاين واحيانا ما بيعملش منها الاستراتيجيز بتاعت الباسيف ديزاين، بس هي دي لازم اي خطوه يبدا بيها سستينبل ديزاين. وبيجي بعد كده بقى هو بيحط ميكانيكال سيستمز، بمعنى انا بس في الباسيف ديزاين انا ممكن القاهره التاريخيه سوري القاهره الاسلاميه يبقى المباني مريحه و و و، بس مش كل الفانكشنز هتقدر ان حضرتك تعملها فيها دلوقتي من غير ما تستهلك الكهرباء زيها زي المبنى التاني. بمعنى ان انا في اوقات اكيد الراحه الحراريه للانسان مش هتبقى في كل الاوقات زي بعضها، في اوقات بتبقى الراحه الحراريه مش موجوده بشكل يعني بشكل صحيح. فبيبدا بعد كده ده الفكره بقى اللي دخلت السيستمز، اللي هو بيبدا التكييف ساعتها يدخل مثلا انا في الوقت دوت انا الكونديشنز دي مش مريحه للانسان، فانا ببدا ادخل الميكانيكال سيستمز انها تساعدني في ان انا اوصل للراحه الحراريه والوظيفه المثلى للمبنى ده. الفكره بقى في ايه؟ الشطاره والكويس في ايه؟ ان انا حتى لو دخلتها لان هي بقت خلاص غصب عننا داخله، ازاي ان انا ادخلها في الوقت اللي ما فيش غيره؟ يعني بمعنى ان انا ادخلها لما يكون ما ينفعش ما تدخلش، يعني ابقى واصل بالمبنى ان هو يبقى باسيف قد ما اقدر وابدا بعد كده ادخلها اللي هو تبدا عشان خلاص هو لازم الانسان يوصل للراحه الحراريه مثلا في طول الوقت، فخلاص فاضيق الحدود ادخلها. دي حاجه. تاني حاجه اشوف انا هدخلها بنسبه كام وابدا اجنريت قد النسبه دي، فانا كده هتبقى وصلنا للمصطلح الثاني اللي هو بيبقى نت زيرو انرجي بيلدينج. ده بقى دخلنا في مصطلح تاني نت زيرو انرجي بيلدينج. فعشان كده دايما الناس بتخلط الحته دي. نت زيرو انرجي بيلدينج ده يعني مش المبنى مش على طول ما بيستهلكش طاقه، لا المبنى سوري يعني طاقه من حاجه خارجيه من عوامل خارجيه، لا المبنى ده في اوقات هو بيجنريت اكتر من حاجته، انا مصممه على ان هو يعني بيحتاج الطاقه الخارجيه دي في اضيق الحدود. ده اول حاجه، يعني انا بريديوس الكونسومشن بتاعي، دي اول خطوه لازم. تاني خطوه ان انا بجنريت طاقه قد اللي انا مثلا بحتاجه خارجي.
فتلاقيه في وقت من الاوقات مثلا هو بي بي بيعمل طاقه او بيجنريت طاقه اكتر من احتياجاته فبتتصدر مثلا للشبكه، وفي وقت تاني هو بيحتاج طاقه على الطاقه اللي هو بينتجها فبيستهلك مثلا جزء، فتلاقي في الاخر هو نيوترال. ان هو لو جينا على مدار سنه مثلا هنلاقي ان هو نيوترال، احيانا بيبقى بوزيتيف واحيانا يبقى نيجاتيف، هو في الاخر زيرو. هي دي بس دايما بيبقى الخلط، الناس دايما تقعد تقول الفرق ما بين ان زي الجرين بيلدينج دوت ده مليان ازاز وهو جرين بيلدينج، هو برضو مش صح يعني لما نيجي نفكر فيها مش صح، بس في تكنولوجي وفي دلوقتي يعني احتياجات للمباني ديت واحتياجات للناس جوه المباني ديت، فبيحاولوا. هي الفكره بس ان احنا ازاي نقلل، لكن احنا غصب عننا احنا لينا باد امباكت على الانفايرمنت غصب عننا. الفكره بقى بتاعت سستينابيلتي زي ما حضرتك قلت، هو في شويه فرق ما بين الانفايرمنتال ديزاين والسستينابل ديزاين. سستينابل اشمل، بمعنى ان انا سستينابل يعني انا سستينابيلتي هي بتتكلم على ثلاث نقط او بتناقش ثلاث نقط ولازم يبقى في ما بينهم بالانس. سستينابيلتي يعني انا احافظ طبعا على البيئه وفي نفس الوقت ان انا اللي بستخدمه ده ما يبقاش مكلف مثلا بشكل او باخر، يبقى احنا الجزء الثاني اللي هو الاقتصاد مثلا، والجزء الثالث بقى اللي هو المهم برضو اللي هو الانسان. بمعنى ان انا ما اجيش اقول لا معلش احنا هنعمل سستينابيلتي فالناس بقى ايه مش هشغل لهم، انت تشغل اللمبه دي مثلا ساعه في اليوم، طب ماشي انا دلوقتي عندي فانكشنز ثانيه اعمل، لا اقعد بقى. فانا ده كده برضو ما حققتش للانسان ده الاحتياجات بتاعته، فانا ده كده مش هبقى انفايرمنتال يعني ما بقاش انفايرمنتال بس وما سيبش الناس. طب انا في الاخر طب انا بعمل الناس، طب خلاص ما تعملش مبنى خالص. يا اما لو هعمل مبنى يبقى اعمله بيوفر الاحتياجات اللي الناس دي عايزاها. هي الفكره بس ان انا احاول اقلل الامباكت بتاعي، وفي نفس الوقت كمان ان انا ابدا بدل ما انا هقعد اعمل مباني جديده، طب ما انا ممكن ابدا اعيد استغلال او احسن استغلال اللي موجود، يعني انا ابدا الاول احسن استغلال اللي موجود. فدي برضو النقطه الثانيه، فمش عارفه هي كده وضحت لحضرتك؟ ما هي واضحه، بس انا دي الحاجه اللي بقولها لك عليها، ان في فرق بين الثلاث تعريفات، ما بين أيوة الجرين طبعا. ما بين الجرين بيلدينج وبين السستينابيلتي. السستينابيلتي ما اعرفش انا التورم دخل بعد يعني بشكل ما اعرفش دخل في الكلام ده. السستينابيلتي means that we have to take care not to use or to all the natural resources and leave it for the coming. يعني الملك فاروق الله يرحمه لما قفل بتاع الذهب قال سيبوا الذهب ده للسنين اللي جايه، دي السستينابيلتي. وبرضه يعني ممكن مبنى ما يبقاش جرين ويبقى سمارت. ايوه دي حقيقه، اتفهماني حضرتك. مش معنى ان المبنى أيوة. مش معنى مش طبيعي ان يعني مش لازم ان المبنى السمارت ده يبقى جرين، هو ده سمارت. الله يرفع عليكي. بس ايوه طبعا التعريفات مختلفه، اكيد طبعا. وبعدين برضه في تمييز صغير برضه اقول لحضرتك برضه، يعني حضرتك احنا من مثلا من 7-8 سنين على الاقل يعني كان في قدامنا ديزاينز في اوروبا البيوت كلها ازاز، لكن الازاز ده بيمتص الشمس يعني زي الفوتوفولتايك وبتحولها لطاقه، عشان هم اصلا عايزين الشمس. يعني انت فاهمه حضرتك، انا مش قصدي عايزين، يعني انا قصدي غات الازاز لا تعيب بالديزاين، لان في انواع دلوقتي من الازاز دي بقى لها 57 على الاقل يعني بتاخد السولار انرجي وتحولها الالكتريسيتي وبتوفر الالكتريسيتي وبتبقى يعني ايه برضه within the lead rules يعني او real requirements. انا طبعا انا شاكر على 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 معلوماتك وعلى يعني شكرا لحضرتك وعلى يعني ذوقك وعلى مستواك ما شاء الله، يعني بتطمنين على الاجيال اللي جايه يعني ان شاء الله كله يبقى يعني ايه زي حضرتك. شكرا لحضرتك. يعني شكرا لحضرتك زي الغالي المهندس عمر سليم. الله يكرمك يا استاذنا، جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك حبيبي. لك يا استاذ، الف شكر. باشمهندس عادل، باشمهندس عادل، طيب في سؤال باشمهندس احمد بيسال، لماذا لا ندعم اسلوب البناء في القاره الاسلاميه او ايه العوائق في استخدام الحجر هذه الايام؟ مفيش عوائق. ما
هو ممكن يكون موضوع استهلاك، ان العمار بياخد مساحه مثلا من مساحه الغرفه حاجه زي كده، ان هو ما بيحبوا في المساحه بتاعت الحياه الخارجيه. هو يعني هو بصراحه ما لهاش مبرر ان احنا ما بنستخدمهاش، يعني انا مش شايفه لها مبرر. احنا لو بنتكلم على مساحات، يعني احنا مش هنتكلم، لو بنقول لماذا بقى، فاحنا نتكلم على مصر كدوله، مش انا مثلا ان انا خدت قطعه ارض طايد فانا هبدا ان انا يعني هوفر في كل سنتي، لا انا هتكلم بقى على دوله مثلا. فانا اصلا يعني ما عنديش مشكله في المساحات كدوله، مش كفرد واخد مثلا قطعه صغيره. فليه انا ما يبقاش توجهي ان انا ابدا اشتغل موارد محليه، خصوصا انها موجوده بكثره، وخصوصا انها هتبقى ارخص، خصوصا انها تبقى احسن في حاجات كتيره. فهي ما لهاش عائق يعني من وجهه نظري، بس هي بس ممكن السوق ماشي في اتجاه معين، ممكن يعني الديماند، بس في ناس ستيل بتبدا تشتغل، يعني بتشتغل بالموضوع. يعني جزاكم الله كل خير دكتور. في اي حد عنده اسئله ثانيه؟ تمام، جزاكم الله خير يا دكتوره، والف شكر لحضرتك على المحاضره الرائعه. شكرا لحضرتك يا باشمهندس.